السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب إدارة أعمال، مرحبا أولى معكم تدريس علي مجيد لتدريس مادة أساسيات الحاسوب. بالمحاضرة السابقة احنا أخذنا موضوع كيفية إعداد مشروع متعدد الشرائح. حتى نعد مشروع متعدد الشرائح لازم نعرف شلون نصمم الشرائح وشلون نكتب هاي الشرائح أو نضيف معلومات. راح نقصد بالمشروع هو موضوع معين احنا نسوي عليه عدة شرائح، فأنا حتى انتقل من شريحة إلى شريحة أدوس Enter. أيضا ممكن نضيف صور بالشريحة، قلنا ممكن نضيف حركة بينية بين الشرائح، ممكن نضيف حركة ضمنية للشرائح، هاي عن طريق الترانزيشن نضيف حركة بينية بين الشرائح بين سلايدات. أيضا ممكن نصمم الشرائح عن طريق ديزاين ونختار التصميم اللي نريده. فشلون افتح انا برنامج الباوربوينت؟ قلنا كليك ايمن على الشاشة New، اختار مايكروسوفت باوربوينت برزنتيشن، دبل كليك ينفتح عندي البرنامج. حتى اني اضيف اي شريحة مجرد ما اضغط بالماوس هنا فصارت عندي شريحة. حتى اضيف شريحة جديدة مجرد ما اخلي الماوس على هاي الشريحة الاولى او اضغط انتر، شقد ما اضغط انتر انه نشوف انه صارت عندي شرائح. فهاي الشريحة الاولى حتى اصممها يحتاج اضيف شيبس اشكال اساسية، او اضيف بيها وورد ارت، اضيف بيها تكست بوكس، واغير لون خلفية الشاشة. فاني حتى اضيف شيبس من عن طريق انسيرت شيبس، اختار الاشكال اللي اريدها، ممكن هذا الشكل، خنسميه مثلا اساسيات الحاسوب، نكتب بكل بساطة. شلون اضيف التأثيرات على هذا الشكل؟ مجرد ما اضغط عليه فورمات عندي هاي الخيارات، شيبس فل حتى انا اغير اللون داخله، تختار اي لون، شيب اوتلاين قلنا هذا الاطار، اطار الشكل، شيب افكتس هاي التأثيرات، عندي هنا ريفلكشن انعكاس يسوي لي 3D روتيشن يسوي لي الشكل مالتي على شكل 3D. هاي بالنسبة للشيبس. ايضا اقدر اضيف منه وورد ارت عن طريق انسيرت وورد ارت، اذا اريد اضيف تكست بوكس ايضا عن طريق تكست بوكس فاضيف. تقدر تتحكم بالتكست بوكس باي مكان داخل الشريحه، طبيعي جدا، نكتب هنا. ايضا حتى تضيف تاثيرات للتكست بوكس تضغط عليه فورمات، عندك منه تكست فل او شيب فل. تكست فل نقصد بالتكست راح يتغير الالوان مالته، يعني نشوف انه هنا اللون، لون التكست تغير، بس الشيب هنا الشكل كله حيتغير. فأيضا ممكن نختار لون قريب. أيضا تقدر تضيف effects reflection انعكاس يكون شادو بمثل الظلال بكل بساطة. شلون أنا أغير لون خلفية الشاشة؟ كليك أيمن format background gradient full، من الكلر اختار لون معين، عندك هنا اذا نختار apply to all حيصير على كل الشرائح، واذا اختار close من هذا الخيار راح يبقى بس على هاي الشريحة. فمثلا انا اريد على كل الشرائح apply to all، نشوف كل الشرائح اخذت نفس اللون. فانا حتى اسوي مشروع متعدد الشرائح، فاول شيء هنا انطي عنوان، نشوف انه بالمستطيل الاول فوق نكتب به العنوان، فتسمي عنوان الشريحة مالتك مثلا هنا مقدمة، فتقعد تكتب انت مقدمة على الموضوع اللي تريده. الشريحة الثانية ممكن نضيف بها صور، insert picture، وتختار صورة معينة، هاي صورة معينة ضفناها عن طريق insert picture. تقدر ايضا عن طريق الفورمات تغير بالشكل او تضيف لها اطار معين حسب ما انت تريد. ايضا اخذنا المحاضرة السابقة انه شلون اني اضيف ديزاين للمشروع مالتي عن طريق ديزاين، واختار عندي اشكال عديدة، اقدر اختار اني اي شكل اريده او اي تصميم اريده، مثل هذا التصميم، انه نشوف شوية صار اكو تغيير بالالوان. بقى عندي شيء اخير اخذناه بالمحاضره اللي فاتت، انه انا شلون اضيف حركه بينيه بين شريحه وشريحه عن طريق الترانزيشن. بعدين من هذا الخيار اختار الحركه اللي اريدها، ممكن هاي الحركه، اذا اريد اسوي هاي الحركه على كل الشرائح فلازم انا شنو اختار apply to all.
هاي الخيارات ممكن اني اغير اعدادات هاي الحركة مالتي هنا، هذا الخيار عن طريق الدوريشن، الوقت الزمني اللي تستمر به الحركة ممكن انت تزيده، الحركة مالتك تريدها تكون على الماوس لو تلقائية ايضا، اذا تلقائية ورا ايش قد لازم تحدد فترة زمنية، فممكن نقول apply to all، هنشوف اخذت على كل الشرائح، فخلنا نجي نطبق هاي الحركة، نشوف هاي اول حركة، من انتقل للشريحة اللي بعدها تصير عندي ايضا حركة، من انتقل للشريحة اللي بعدها ايضا حركة جديدة. فهي هاي الفكرة من الترانزيشن. محاضرة اليوم شوية حتكون مختلفة عن المحاضرات السابقة، محاضرة اليوم تتكلم عن اعداد عرض تفاعلي، شلون اني اسوي عرض تفاعلي بالباوربوينت. اول شي خلنا نعرف احنا هو شنو العرض التفاعلي. هو عرض ينتظر نقرة من المستخدم على زر معين في الشريحة للانتقال إلى شريحة أخرى ضمن العرض لا يشترط بها أن تكون التالية. يعني شنو؟ يعني مثلا أنت تضغط على كلمة معينة، هاي الكلمة من تضغط عليها تنقلك إلى موضوع ثاني. يستخدم الإنشاء هذه النقلات الارتباطات التشعبي الهايبر لينكس. إذا إحنا حتى نسوي عرض تفاعلي فنحتاج الهايبر لينك أو عن طريق الهايبر لينكس. خل اشوفكم شنو يعني العرض التفاعلي. يعني مثلا احنا بداية الملزمة بدنا نشوف انه هاي المواضيع قدامنا الفصول، اني اذا اضغط على اي موضوع من هاي المواضيع حينقلني مباشرة الى هذا الموضوع. يعني مثلا اعداد مشروع متعدد الشرائح اذا اضغط حيوديني دايركت على هذا الموضوع، هو صفحة 12. فنشوف نقلنا على هذا الموضوع، هاي شلون نقلنا اياه عن طريق الهايبر لينك. اذا اريد انتقل على موضوع اعداد عرض تفاعلي صفحة 17، مجرد ما اضغطنا فنشوف انه صفحة 17 اعداد عرض تفاعلي. هي هاي الفكرة من الهايبر لينك. فاني حتى اسوي عرض تفاعلي للمشروع مالتي فلازم اني اول شي قلنا شو نسوي، مشروع متعدد الشرائح. خلنا ناخذ المحاضرة السابقة للنظري اللي سويتها على شكل باوربوينت ونشرح عليها الموضوع. هاي المحاضرة السابقة كانت، هاي محاضرة كاملة، المحاضرة السابقة كانت على الانترنت. مثلا عندي اول شريحة المقدمة اللي هي هاي الشريحة، عندي الموضوع الثاني مميزات الانترنت الشريحة رقم 4، الموضوع الثالث تطبيقات الانترنت شريحة رقم 5، الموضوع الرابع سلبيات الانترنت شريحة رقم 7. فأنا شلون اسوي هايبر لينك او شلون اسوي عرض تفاعلي؟ اللي اريده اني اضغط على كلمة مقدمة تنقلني للشريحة اللي تحمل كلمة مقدمة دايركت. موضوع كلش سهل، اول شيء اسوي اظلل الكلمه اللي اريد اسوي لها عرض تفاعلي، كليك ايمن هايبر لينك، بعدين شنو اختار؟ اختار بليس ان ذيس دوكيمنت، يعني مكان من ضمن هذا الدوكيمنت او هذا الملف اللي اشتغل به، وهو حيعرض لك الشرائح هاي اللي نشوفها على اليسار. فانت تختار الشريحه اللي بيها المقدمه اللي هي شريحه رقم 3، مكتوب مقدمه، اقول له اوكي. بنفس الطريقة اسوي المواضيع اللي بعد، مميزات الانترنت نفس الطريقة، واظلل كليك ايمن هايبر لينك بليس ان ذيس دوكيمنت، اختار الشريحة اللي به موضوع مميزات الانترنت اللي هي شريحة رقم 4، شريحة رقم 4 مميزات الانترنت، اضغط عليها خيار اوكي، هو يعرض لك اياها هنا، يقول لك هي هاي الشريحه اللي تريدها، ياكد لك اياها مره ثانيه، قول له اوكي. تطبيقات الانترنت ايضا كليك ايمن هايبر لينك شريحه يا رقم 5 ورقم 6، اختار واحده من عندهم، رقم 5 اضغط عليها، يعرض لي اياها هنا مره ثانيه للتاكيد اوكي. سلبيات الانترنت ايضا اظللها كليك ايمن هايبر لينك، اختار هنا سلبيات الانترنت شريحة رقم 7،
اوكي، فأنا شلون انتقل للمقدمة مجرد ما اكبرها منها؟ فأنا اريد هسه مثلا انتقل لموضوع تطبيقات الانترنت، فمجرد ما اضغط على تطبيقات الانترنت ينقلني دايركت مباشرة للشريحة اللي تحمل هذا الموضوع. فنشوف هنا تطبيقات الانترنت دايركت نقلني. إذا أريد أنتقل سلبيات الإنترنت، مجرد ما أضغط هنا نشوف الموضوع سلبيات الإنترنت. فهي فكرة الهايبر لينك، تظلل كليك أيمن هايبر لينك وتختار place in this document وتكمل. عندنا بالمزام طلاب ضايف أشكال أساسية عن طريق الشيب، كاتب مرة التالي ومرة ثانية عودة، يعني إذا أنت تضغط على التالي راح تنتقل لل شريحة اللي بعد، لا تضغط على كلمة عودة أو على الشكل عودة راح ينقلك على الشريحة اللي قبلها. هاي شلون نضيفه أيضا بالباوربوينت أو بالمشروع الباوربوينت. فمثلا عندي هاي الشريحة الأولى مقدمة، أنا بدي أضيف أشكال أساسية بحيث الشكل الأول إذا أضغط عليه ينقلني على الشريحة اللي بعدها مميزات الإنترنت، والشكل الثاني أسميه العودة إذا أضغط عليه ينقلني على الشريحة الأولى أو القبلها. فعن طريق insert shapes أضيف الشكل الأول أسميه العودة، وتكتب بداخل الشكل مباشرة نكتب عودة. أضيف شكل ثاني أسميه التالي insert shape نظفت أسميه التالي. فهي الفكرة، أنا إذا ضغطت على التالي راح تنتقل للشريحة اللي بعدها، وإذا ضغطت على العودة ينتقل للشريحة اللي قبلها. شلون أسويها أيضا؟ كليك تضغط على هذا الشكل، كليك أيمن هايبر لينك، أيضا أختار place in this document وأشوف يا شريحة بعد المقدمة اللي هي مميزات الإنترنت. فأروح على مميزات الإنترنت شريحة رقم 4 أختار اوكي، اخذ هايبر لينك. العودة بنفس الطريقة، كليك ايمن هايبر لينك، نشوف الشريحة اللي قبل المقدمة اللي هي اوبجكتيف، مقدمة اوبجكتيف اوكي. بس نكبر. فاني اذا اريد انتقل للشريحة اللي قبل المقدمة اللي هي اوبجكتيف اضغط هنا نشوف Objective. إذا أريد أنتقل مميزات الإنترنت للشريحة اللي بعد المقدمة أضغط التالي نشوف نقلني مباشرة إلى مميزات الإنترنت. فأني هاي العملية اللي سويتها على شريحة المقدمة أسويها على كل الشرائح البقية. فأحسن ما كل شوية أسوي Insert وأضيف شكل وأكتب بداخله، فأقدر أضغط على هذا الشكل أسوي له كوبي كوبي على الشريحة اللي بعدها، كليك أيمن بيست شوفها موجودة، على الشريحة اللي بعدها بيست بيست على كل الشرائح. ممكن هنا ممكن تتحكم بالحجم مالتها أيضا. أيضا ناخذ كوبي الشكل عودة كوبي بيست والشكل ممكن اخليه ايضا بيست. بعد ما نسخنا كل الأشكال عودة والتالي بكل الشرائح، نجي نضيف الروابط لهم. مثلا أنا على شريحة رقم 4 مميزات الإنترنت، على التالي كليك أيمن Edit Hyperlink مميزات الإنترنت، شنو شريحة اللي بعدها؟ تطبيقات الإنترنت، فأختار تطبيقات الإنترنت أوكي.
عودة نفس الشيء، كليك أيمن، هايبر لينك، إديت هايبر لينك. فشنو قبلها مميزات الإنترنت؟ مقدمة. مقدمة. أوكي. سلبيات الإنترنت التالي، كليك أيمن، إديت هايبر لينك. سلبيات الإنترنت، الشريحة اللي بعدها اللي هي شريحة رقم 8، فأني أنزل على شريحة رقم 8، سلايد رقم 8، أقول له أوكي. عودة شريحة رقم 6، كليك أيمن، إديت هايبر لينك، نختار شنو؟ شريحة رقم 6. آخر شريحة بيها بس عودة، لأن أنا ما عندي بعد شريحة، فكليك أيمن، إديت هايبر لينك، هي شريحة رقم 8، فأختار أنا رقم 7، الشريحة اللي قبلها. خلي نجرب هنا. أنا إذا أختار التالي المفروض هسه ينقلني للشريحة الأخيرة، نقلني للشريحة الأخيرة، وإذا أنا أضغط على عودة يرجعني على الشريحة اللي قبلها. فنشوف رجعني على الشريحة اللي قبلها، إذا أضغط عودة يرجعني على الشريحة اللي قبلها. وهكذا طلاب بقية الشرائح. هي الفكرة الرئيسية من الهايبر لينك، أنه أنا أنقر على زر معين راح أنتقل إلى شريحة أخرى أو إلى موضوع ثاني، مو شرط تكون هي الشريحة التالية. هاي ملاحظة كلش مهم، مثل ما شرحنا لكم قبل شوية، انه انا اذا اريد انتقل شريحة مثلا رقم 7، سلبيات الانترنت، مجرد ما اضغط على سلبيات الانترنت بنشوف انا انتقلت الى شريحة سلبيات الانترنت اللي رقمها 7. انا كنت بشريحة رقم 2، انتقلت الى شريحة رقم 7. فهي هاي الفكرة، انه لا يشترط بها ان تكون التالية. طبعا الهايبر لينك هو موجود بكل برامج الاوفيس، الوورد والاكسل والباوربوينت، فيعتبر خيار كلش مهم برامج الاوفيس واحنا دائما نحتاجه. وصلنا لنهاية المحاضرة طلاب، اذا عندك اي سؤال او اي استفسار ممكن تراسلني على هاي الايميلات او تكتب لي على كلاس روم. شكرا جزيلا لكم، اتمنى استفادتم من المحاضرة، وتحياتي لكم.